راح نحكي عن النك فليكسرز اللي هم العضلات تبعون الرقبة. من هون هاي العضلات معظم الناس عندها مش شغالة وبتسبب مشكلة. المشكلة اللي هي انه الواحد بتصير رقبته نازلة لقدام. فاذا انت وانت بتمشوا بهذه الطريقة، واحد رقبته ساحبة لقدام نازلة لتحت، هاي العضلات معناها عندكم مش شغالة. واللي راح اورجيكم اياه هلا اللي هو التمرين اللي ممكن اولها نعمله في كل يوم 3 مرات من 5 ل 8 عدات، وبعديها بنعمله لمدة مثلا اسبوع بتشوف اذا العضلات اشتغلت عندك. هلا كل فترة وفترة العضلات هاي ممكن انها ترجع يعني تبطل شغالة، فبدك ترجع تشغلها. فكل ما لاحظت على حالك انه رقبتك عمالها بتنزل لتحت او رقبتك ساحلة، اعملوا التمرين. تمرين ممكن ينعمل على الحيط، هلا راح اورجيكم كيف ممكن نعمله على الحيط، وممكن ينعمل على كرسي السيارة. اذا واحد بقعد على كرسي السيارة وهو مستقيم والمسند تبع الظهر عنده على مسند الراس من ورا، ممكن نعمله. هلا هون راح اورجيكم العضلات كيف تشتغل. هاي العضلات اللي عندنا اللي هي المشبك، شايفين بين عضلات الصدر وبين الرقبة، هاي كلها لما انت بدك تعمل هاي الحركة بدك تنزل الدقن لتحت، بدك تشوف انه هاي العضلات عمالها كلها شغالة شادة. التمرين رح نعمله بالطريقة هاي. رح نوقف على الحيط ونحط الراس من ورا على الحيط، رح نشبك الراس بقاع الراس من ورا على الحيط، وبعدين رح تعمل سلايد، يعني رح تسحب راسك من فوق لتحت، رح ننزل الدقن لتحت باتجاه الصدر بطريقة دائرية، يعني كأنك بدك ترسم نص دويرة. هون زي ما شايفين الراس قاع الراس من ورا لازم يكون مسنود على الحيط، وكأنك بتدفش بالحيط من ورا عشان تشتغل العضلات. راح تحس شد في العضلات الأمامية، ممكن شد في العضلات الخلفية. الطريقة الغلط إني أنزل راسي، هاي بالفيديو إذا واحد بنزل راسه وبعد راسه عن الحيط معناته صار يعمل التمرين غلط. فهلا انت راح تعمل التمرين. في كمان طريقة ممكن تنعمل غلط، انه الواحد يرفع اكتافه لفوق. اذا صار يرفع اكتافه بيهز اكتافه زي التمرين الشراكس وراسه بعد عن الحيط، معناته غلط. بتخلي كتفك كله نازل لتحت وبتخلي راسك يلف على الحيط. هلا التمرين شوي يعني في تكنيكال، لانه مش كتير سهل انه الواحد يعمله اول مرة مرتين ممكن تتغلب فيه وممكن تتغلبي فيه، لانه ابدا مش سهل انه الواحد يفهم شو العضلات اللي مش شغالة، لانه العضلة اصلا مش شغالة عندك. فلما بين ما تشتغل بين ما تعمل كيك ان وتبلش راح تاخد شوية وقت، بس ما بدنا نعمل زيادة عن 5 ل 8 عدات. هلأ في كمان شغلة انه ممكن اعمل التمرين واطلع لتحت، انزل الدقن باتجاه تحت فبشغل العضلات المعاكسه، وبنزل الدقن باتجاه الجهه الثانيه. فممكن اعمل 5 باني انزل راسي من هون لتحت باتجاه الصدر 5 عدات 8 عدات، وبعدين ممكن اعمله بانه نظري راح يروح لتحت ونظري راح يروح للجهه الثانيه لتحت، برضه بعمل لهون 5 عدات ل 8 عدات وهون 5 ل 8 عدات. هلا اذا من اولها رقبتك ضايقتك بتعمل بس 5 عدات، اذا حسيت انه لسه ما اشتغلت تعمل او بتعملي 8 عدات. الصبايا اللي عندهم شعر او الشباب اللي عندهم شعر طويل كمان كانك ترفع الشعر لفوق تزيحه، عشان بدك خلفية الراس هاي من ورا انها تمسك مزبوط على الحيط. فراح تعمل التمرين زي ما حكينا لغاية ما تشوف، زي ما ورجيتكم بأول فيديو، هلا راح ارجع احط هاي، لغاية ما نشوف العضلات هاي كلها. يعني لما توقف على المراية بس اذا شديت هيك اسنانك لتحت، شديت الحنك شوي، راح تلاقي هاي العضلات كلها اشتغلت، تعرف انه عضلات الرقبة عندك اشتغلت. زي ما حكينا راح نعمل التمرين لمدة 3 ل 5 ايام بأولها. هلا التمرين حسب انت كيف الرقبة عندك شغالة او لا. في ناس كتير رح تعمل رح تقول انا مش عارف اعمل التمرين، ركز على انه ينعمل سلايد على الحيط من ورا. بعد ما تظبط التمرين
وبعد ما تلاقي انه رقبتك اشتغلت، هلا كل الناس عندها هاي العضلات بتضعف، لانها احنا ما بنمرن تمارين للرقبه. حتى الشباب الصبايا اللي بروحوا على الجيم تمارين الرقبه قليله، ما في ناس كثير بتتمرنها. في تمارين تنعمل بالريزيستن باند للرقبه، لعضلات الرقبه. فانه اذا انت ما بتتمرن هاي التمارين، وغالبا يعني 99%، حتى انا مرات ما بتمرن هاي التمارين، ننسى النك فليكسرز. هدول النك فليكسرز اللي هو مشبك زي ما حكيت بين الرقبة والصدر نفسه. في عنا اللي كل الناس بتعرفه اللي هو الهيب فليكسر، اللي هو بين الكوادز والابس، بين البطن والرجلين. هذا المشبك اللي تحت، اللي تحت الناس بتعرفه، بس اللي فوق معظم الناس ما بيعرفوا عن هاي العضلات. فعشان هيك هاي العضلات بتضعف، وبتلاقي ناس كثير بتروح على الجيم وبتتمرن وعندها أجسام بس لسه رقبته نازلة تحت. بهاي الطريقة احنا بنحل هاي المشكلة، وهذا تمرين من التمارين. هلا في تمارين لقدام كمان راح بدنا نفعل الظهر، وبدنا نفعل عضلات الكتف الخلفية، يعني الكتف من ورا وعضلات الظهر، عشان برضه نفتح البوستر كامل، وقفتك كلها تزبط. هلا في فيديو راح انزله بعدين، راح يكون عن كيف انه نظبط البوستشر كامل، خصوصا الناس اللي عندها انتيرير بلفيك تيلت. واذا عندك انت اي مشكله بالبوستشر بالوقفه، بدك تفهم وين المشكله جاي، مش انه الواحد بس بده يشد على حاله. انا اول ما بديت، اول ما رحت على الجيم، كانت هاي المشكله الاساسيه عندي. رقبتي نازله تحت، ما في عضلات عمالها بتسند العمود الفقري، فوقفتي كلها كتافي داخلين لجوا، بدي احلها. فعشان احل هاي المشكله كان لازم كل يوم وانا ماشي صرت اشد حالي زي هيك، وامشي صفيت بمشي زي الروبوت. وهذا الغلط، لانه انا ما كنتش عارف المشكله اساسها من وين جاي. هلا بتعرف المشكله اساسها من وين جاي، وبنعرف كيف بعدين انه نحلها.